إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنكو سوچنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تابكي كأدلاء التوحيد ك توحيد كو حق إلهي الدومدي سكولي يا هاي أنسو جارني باب كاللغاتنات باب ما جاء أن القروة في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله حديث عبد الله بن عباس أي نمر أيه وعن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السجي أبيس وإلى رأي أكاها بوحي كورينا أهل السنن قال إنو إلى عبد الله بن عباس لعن الرسول الله رسولك إلهي بالمعلبي زائرات القبور قبورها الدمر كسيارتا إيو المتقدين قوة يشاء عليها قبورها كركور المساجد مساجد إيو السروج فينوسيالك أمان نللك هو قبورها كدوشدا رواه أهل السنن أيوريين حديثك حديث كان أهل سنن كايا وريين أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي إيه غير كتب ورمضوا سنة كيسا ويسكو قلافان سبب كنا وقعوا إياهاي عبد الله بن عباس منك كوريي أبي صالح الله إذا هذا أبي صالح أصواكما الله يسكو قلاف أبي صالح كوريي عبد الله بن عباس وكما جمهور علماء وحي رادين ومن كل راد بابان أما بابان نون يمين لبضب والله أخي مولى أمهاني ومن كاس أبو صالح بابان مولى أم صالح بابان مين ينون لبضب والله ضبدي والله أخي ومن كاس هدوني كاس يعني كاس وضعيف مركة وضعيف بادام مولى أمهاني وضعيف انقار كلاي رهدين وذكوان السمان سيدة طبراني أو كلاي ويري ابن حبان أسهو من كلاي كوشي يقولي رهد ميزان البصري وثقاء مركة قولك سوابك ووخو يهيلو يهي بادام وانا الضعيف سيسترت هذا حديثك لفظ قاس ضعيف كوي لفظ قاس ضعيف كوي شواهد أيوسو أروري شارح اللغة شاهد حديثك حسان بن ثابت هي حديثك أبو هريرة لبعض أسوسو أروري حديثك أبو هريرة إمام أحمد يترمذي أوليان ترمذي هو صحيح يا لي هو صحيح يا لي حديثك حسان ابن ماجه ايا وريي اسال لفتك سنه العلم يا قوال ايا قويين وحاكم كم دي مصيرنا وقول اسناده صحيح رجال الثقه لكن لبدا حديث حديث كابي هريره يا مدك حسان لبدا فرق يا ابي يا حديث كان متن لو يله وحديث كان متن لو يله وهو لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور دمر كقبورها سيارتا لعن ذاك بعض هدو سغنا لها ويهم فائدين لها دمر كقبورها إلي سيارتا حران إلي كتها ولو هالمربها سيارتين لكن حديث كأبو هريرة إيا حديث كحسان أيضا واحد له وريي زوارات القبور زوارات القبور أيضا له وريي زوارنا ومبالغة وحكينا إذا
لعنت وحي كو قيدن تاي كثرة كو بضياء قبورها سيارة دودة العلم قلنا وحي لأن كو بضياء وحا لعنت داس لو قيدة يوحا كميت آه هدي الدمر كي نقضان دمر اسكوه ليه يو قبر كتا قبر اصحضا وحا كو إلانا يتضييع حق الزوج زوج كيدي حق سئنو ضيعنو وحا إمانا تبرج دمر اسك السفر يا تبرج يا اسمو كين إمانا وحا إمانا يا دمر كو اسك قلبي جل حسين سيو ريغا يا قيرو يا وحياله سيارة حرام تكاها إلى اللطي معدو مركا سيداس درتيدا وحا لعنات كو قيدان تاي وكثرادا كثرادا ويبادنت مركا حديث كبوريري حديث كحسان ويسوغيه وانا فعال فعال نوحو ظاهر كويها المبالكة وانا سيدا امام القرطبي ويري ايه غير كيس واي نفر بضان سيدا صاحب مرعات المفاتيح ايه سيدو كلام مشكات المصابيحة شرحي سو مرقاتك المباركة فوري تحفة الحوديقة طمان وحي لهذين ومبالغة وانا صدق شوكاننا كود دورتي ميلو او دارك مركا حديث كالصغنوه يهي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور قبورات دمرك ادو سيارتو سيارتو ضبضية كواسا نبق لعن بي صلى الله عليه وسلم أما حديث كزائرات القبور وضعيف إمام أحمد إمام المسلم انتوا وضعيفين بمركز سلاس الإرادة سيارتا أصل كذا إلا ديدي حديث كان شيء منه لكن وحو ديدي بدين بدين تنواش يقنون لبعا تقارا أيها كنت سيارتا أصل كذا مركي كذات نبي وحو ديدي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء نبي وحو ديدي صلى الله عليه وسلم محايا لي مركي كوبات مسلمين تقلو أيي أهايين قواعد كآت وما عدان أول ما قبورها تتبضى معابد الشرين سي عن طريق وراء الله قادم وقف كان قبل جو سيارنا يا اتعاط يا كوين سميد يكي عابد يا إيساس وقال دامن مركي كوبات واغل الديدي نبي واديدي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وكير النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم من حديث بريدة ودي ذي النبي صلى الله عليه وسلم مركي قواعد في إسلام كسبنا ذي بكي معالمت إسلام كأي برتين الفهمين أي كالقرتين وحا حرامت أي وحا كلا كذب نبي وارف سي صلى الله عليه وحديث صحيح المسلم كنبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أول وإنين ديدي قبورها إن سيارتان حتى قبورها سيارت حتى قبورها سيارت رواية إمام أحمد يتميدي وريين نبغوه شيء حكمة كترت وعيري فإنها تذكركم الآخرة آخرة إن حسوسنا إذا تذكروه كسو حسوسنا إياه dadka maal koodi meesha ku dambaynayaan halkaas inuu yahay istiqdaad iyo u diyaar garoobid ayuu keenaya marka quburaha siyaarta aakhirada in soo xasuusine riwaayad kale mar uu u yiri sallallahu alayhi wasallam fa inna turiqu qulub qulub taychil ida wa tudmi'ul ayn ishana illay ka kanta quburaha siyaarashadoodu qulub taychil ida قروب تقلشا كل شرعبا إنها كل اللي ميئيه قروب تقول شرعبانا ومقصد مقاسد شرعبا كم يطع ذاتك وحاو أيان ترنكوا قروب تقلق وعن قروب تيد خشوعين ونندوذ اللي ميئ وعرسي اللي ألبوين مركا فإيدا سالك هلا مركا قبوراه إلا سيارته سيدا سيكون سبناتي مركي الضنبي نبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقولوا هجرا لكن قبورها مركات سيارة إذن
باطل حكو حد لنا باطل حكو حد لنا باطل إلا بوليو لقيريا كميت باطل إن قبرك الله طوبا كميت وحكي أقوينا باطل نبر إلا قصو قلا كميت ولا تقولوا هجرا باطل حكو حد لنا ساسوي لنبض صلى الله عليه وسلم العلم بمركة وحي اسمه قلافين سيارتاس معام رقية دمر مصر رقية خاص كنت علماء الله السنة قبل كميرا وحي مرين رقية خاص كنت محاير فزورو وهو جماعة داس رقية خاص كنت دمر كوكولت شرين قولك صحيحة من أقوال علماء الأصول سيداسة مرين دمر كان والوب ديدو حديث كيسا سوء روري وآه زائرة القبور ما بيقول إنه لحنا بي ساسع علمات قبل مرين العلم يقول أنه واحد مرين مي حق إيا الدمر لبضب والله فصحي لكن دمر كان واحد اللوب ديدي وإنه يبضيان إلا حقوق دي قرقو دا ضيحنا دي أزواجتو دي حقو دي ضيحنا دي سيداس درتي إنه يبضيان اللوب ديدي أصل كسيارة واللي أقولي لبدا قولنا الدليل ورمك الله إسلاء أخريو آدنا إشاء الله بريريو وحا حوق بضان إنه أصل أبنا أنت يدومك قبوره إنه سيارتان لكن شيئا كحرام تأويه إنه يبضيان وحيرا توسي وحا كميدة كو حكمة سيارة اللي تريدي رقي اللي وداقان أص حكمة الله تريدي نبي صلى الله عليه وسلم وحكو شيئا فإنها تذكركم الآخرة وتراقب القلوب وتدمع العين آخرة غير حسوس قلوب تيج العين إن ده اللين ككين حكمة داسي ده رقب أقول باهيه هنا الدمر أقول باهيه فاسوا مدى كبير مدى لبعض لدى حديث صحيحة او غار او وحي توسيان دمركو قبوره اني سيارتان حديث كوباد امام مسلم ايه صحيح سكوري عائشة بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنها وحي تري هذين نبيغا وانيغا وحويان قريغا يغرها هياد كيسة ايو وقتي كيف كما كان اسديغي او قاطع انان هردي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب وقاتي كبيه سي مركاسو ترتيب وبحر سوى اسرائي ويهور ديدا مركو بحي انا نغونا كدبا بحيت ترتيبا قدبا السعودة وهبين مدوني قبورها بقيع اكتو استاج مركاسو قعمها لبقر كورو تاج سوى ابتو عيني وقبوره ابتو عيني مركو سيارتي لما يستيو سورق مدان انا سورق مدين وسيد ذلك تلك أصلاً كسو أرض أبو سيد ذلك أنه كسو على ذلك تلك أصلاً كسو هر مران سيحة مركو صوت قالي ويلي تلك النفتور كالنفتور إذا وام حي عائش سيد قف أرضي وكالد النفتور إذا وحيان مجرانا لنك أصلاً تلك ونبي إليه تلك وإن أتشيك تهداد إيشيك ديدو الله إيشيك marka asan iyey tiri wa saxo markii aad baxday way soo jeedo hurdimay oo ku raac gadaal kaagaan teegna marka jeerg ma tanay soo laab nabii wuxuu yiri ma waxa u maraydi ilaahay rasuulkiisa inay ka eexanayaan oo habeenkan guriga agalah aan reer kale aaday ya taas wax dhacayma wax dhacayma malaku jibriil ayuu wuxuu yiri rabbi wuxuu ku amraa ahl quburka inay u duceeyo saasan u baxay ملكو جبريل ايي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 ي
نين كايل لا جوجت غورغا ما سو غرين ملك جبريل فنان مستير مركا واو تغي و خوي ربغا و خوي كو امريا انات واخ ويان بقيه قبورها هل بقيه هذا سو دعيد اساسا بحي نبي صلى الله عليه وسلم مركاس عائشه وحي توا كان محل شيخكم مركا كيف اقول لهم رسولك الهي وانه سان كوري انا قبورها تاع سيارنا يا محل يا هي وفرصه
هذه أي صنوبة نارا إن قبر سيارتها نبيكم قدير صلى الله عليه وسلم قدير أدو وحبهم بيدي سوطة أكوما وبنانا إن قبرتك تابا ساسو قدير هذه واحد الله إذا لم أعلم إلا كوما وبنانا إن تكتاه ساسو قدير هذه صنوبة نارا ما بهيني نبيكم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بعدي يجد عينه قبورها مركي تبتو أشياء مركي قبورها تبتو بعدي يجد عينه أشياء النبي صلى الله عليه وسلم إمام مسلم صحيح سكوري الدليل تصي إذا دمرك إلي قبورها سيارتان وحاكمتها حديث كسح البخاري نبي صلى الله عليه وسلم وهو صمر يهوير قبر أكفر لذا مركز بوي دلاله نبي صلى الله عليه وسلم وقول اتق الله واصبر الله كبق وصبر فيري هوين الناس لا في الي سميريس ميد وين القدر اكتوكتي كان لبابنا وين بوليسي ميد كامل نبي وكان هي كي كلمه كمان هي قيادي يا بوينتي وكان هي لكن قبر اكتوكتي كمان هي هذا قبر أكتوغي دو منكر تحاي نبغا إنو كأم صعوبة بناناتين سببتو أقاعدة الوحي تاي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه إجماع نبغا مسألة إنو عدايو عداين تاس إنو ديب أبنغو ومب بنانين هذا قبر أكتوغي إنو قبورها سيارتو أكتما داحتي سنو بنانين نبغو كما أم حسين صلى الله عليه وسلم لكن وكامس تقرير كاس او تقريريه وحج سترتر الحافظ ابن حجر وموضع الدلاله منه انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المراه قعودها عند القبر وتقرير الحجه حافظ ابن حجر في الباري حديث كميشه اللي قد لي شنا وحي تهي نبي صلى الله عليه وسلم هوين الناس اكثر من اي قبر اكثر بديكما انكرين وأقرأي إقرار كنبي قلنا وحج إقرار كنبي قلنا وحج لما لاس حديث آذي وعد أديهن ظاهر نواكيهن حقن وحاكروا بيراقا إن حقنك عام يهي ونبي مركو يريد صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنه عام يهي عائشة أفهمتي سداس عائشة أفهمتي سداس وعائشة قبورها كتمت أوها كاري من عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة مركز وغل وحن كيري يا أم المؤمنين أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور رسولكم يوسف غيرين قبورها سيارة شدودة قالت نعم نهى عن زيارة القبور ها نبغوار رأي قبورها إلا سيارته ثم أمر بزيارة كذب نبغوار أمري إلا سيارته حديث كوحي أدلي شريسة أمر كي قودوا نبغو أمري أو أحفزوروها إنو عام يهي أي أيضو سوكريس ساس أدلي شنا عائش حديث كنواه صحيح حديث كان وحديث صحيح حافظ ذهبي وحديث صحيح ويلي مصير زوائد كوكولة إسناد كي سوى صحيح شيخ ناسي نوح ويلي وهو كما قال سيداس مصير إيا حافظ ذهبي أي ذهبي وهي حديث كحكم كيس سيداس ترتيبا دمر كواقوبا نانت القبوران إني سيارتان وحاسا كحاران إني بضيان تاسا كحاران سيارته جودهن رك يا دمر وصدح صدح اي قيب سمحا زياره شرعيه زياره بدعيه زياره شركيه صدح راس اي قيب سمطان اين او قيب ين علمدو زياره شرعيه زياره شرعيه زياره شرعيه صدح الرياض اي وقف كان قفقه وسو سيارنا مدة كونات
واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي كو ديانا نبي كا قبر زيارة جيري نبي كو ديانا صلى الله عليه وسلم سداس من الثواب يا اجر كيله طلبات قبري مركو زيارنا قفكه مسلم كا وهو زيارنا يا اعتبار سيدي نبي كو يري فانها تذكركم الاخره اخرنا ان حسوسين وتراقق القلوب قلوب تلقين وتتمع العين بشيء لنك كين وقرب قفك أصاب إنه انتفاع وقلب جيس أو كوانا قاطو إنه كوانا قاطو تنصبحات وحدونية ولا الكيس مسلم كهاتي قبرك أو سيارنا أو مسلم يهي إنه أنفعه الدعي إنه الدعي أصاب واحتره صدح راس الرماد سيارة كل سنة وشرع وانا سنة وانا عبادة إلهي لقوا عبد أجر لك هم إنه نبي كن راعي صلى الله عليه وسلم إنه قلبك كن قوين أيضا وأذب كوانا قادم أيضا هذه قدرك آت سيارة إذا المسلمية هي إلا كان قال كبا والله سيارة تاهي ونبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح المسلم كا وهو سيارته يديس قدرك يدي وانا اسكا اللي ميلي ماكي اللي ويدينا ويقولي الله ويديستي قد انان هو يليد دمداف قدال بفبنا ويدي وهان ويديستي انان سيارتو ربي وإي أقلاب امام دولوا كان شرق مسلمك وخطو سيا ان مشركين تقدرون على سيارك وعلى سيارك محايا لواتكو عبرق هذا هل كان رنتو ايكو دمبين لكن وحا حرام انا دود عيدو ما بنانا قبل قاب ونرغب في القبر قال ماشات قصة ومرته نارغب بشارة سكيدة إنه دو عيدين قبر كستو قال ماشات قصة ومرته نارغب بشارة وعطير هذا كم بشارة يسنع خاصل قبر كستو كافر ماشات قصة ومرته ملك ما اللي دو عيد كري صدح راس مركة سيارة كل سن سيارة دي سنة هدو وشارك اقاها زيارة شرقية ليلة زيارة بدعية وسيارة قفكو قبرك أكتس إنو كسو الدعاء استوصو سيارانا ميت كتوغي أمم لكن وخو سيارة الدعاء لم يشعر وقو أقبرا أبو رحمة أكتب إله التوبة ميت كتوغي أمم ويشو كو وردينه ويشو كو قرآن آخر سنة قبران أكتب أن كو قرآن آخر سنة ليه قبران تأكفر استو و الله وينه اسك التوبة الله اسك التوبة قرآن كيستو كو آخر سنة ويشو كو وردينه ويسلي ما شان سيغار وحلوه اكبر زياره بدعيه لروا ضلال لكن قال لهم ما شركنا ما الا ما وصلتوا غير سياره الصبحات وعلى زياره شركيه وسياره قال لهم وما حي وميتك الا توغو ان ميتك نده لغا قالوا شرطي لغا خربت ميتك اسغب ان توغو شرطي لغا خربت لو قيشدو وا شركيه قال لهم صدح راس سياره او قيب سنتها مدى شرعه أمري وزيارة شرعية باوي زيارة شرعية باوي مدى أمري باب كدامان إن شاء الله كفا فاهد دوناهن وعاكرو قيرات زيارة مركز أليدو وصفر ما سيدة سوابك خلافة كتيرة لكن سيدة سوابك مركز دونه إن قبل سو سيارته هو أن صفر كاهين سو سيارانه لكن كوا سفر كان مسو سيارديد كوا سفر كا او لو سفريو او ما بنانا قبورا لو سفرا سدا اساس صحيح باب كتبانا ان شاء الله كو غاري دونا مساله لا سوف فاصا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور نبغوا لعن بيت دمر كقبورا سيارته يا وي متقين كوا يا شيخ عليها قبورا كركوره المساجد قبورها المساجد اللي قد استو أحاديث صحيحة عن هرائق صنع يدوا حاران قد أنا ما بيقول أول لعنة بي وأنا ضدك كوة أول شرفة دان كوة مساجدة كبتول بسا وسروجة فيروسيال إن لغا شدو فيروسيال إن ملال لامبضة إن لغا شدو وحاران مبنانا حديث كانوا كسو أروري هرطة سروجة حديث كانوا نوا ضعيف أساق قبول لغا قادم وانا حرام ان لا لغا شدا هلكي لغا قاتي ادلله غود ادلله غود لغا قاتي كان لغا قادما كان وا ضعيف سببته اه صدق الله او متوبه كليت حريمي كرتا كسغن
العلم وحي رادين إن نلل رشده قبورها اللي عابده واد عرقتين نلل واوين او قروح بضان او قريه كحرنين على الوحرة والله صلى الله عليه كركوه قبورها واوين اللي عابده طان فيري قدر كستور اللي عابده قدي ستاد قشو نلل قروح بضان لياب له وهذين كسيارة للشده ما قرأت هذين هذا سيارة كتيرتا للشده وعجائب لها لغا صد الله الله بيه وحاران صدح الله او كتيرتين حاران ايه إلا بكوباب وحاكوسوا عن إضاعة المال إن مال خلطيه هم تيحوك لها لغا صد الله نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله كريه لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حديث كمسلم نبي قول صلى الله عليه وسلم صدح الرموت إلهي وإن الله نعم وحانا كم إذا أرنا إلهي نلنا أي مالك إلا ضيعه ومال ضيع نمو قف كان قبره إيسا نالك أتكو حرطي إيدا كوس وكجره نالك أن قبره إفتي مما إيدا كوس إفتي مما حداد فيري أبو صدق إليه بعد إكرت قبره كوس وكو أنفعله وأنفعله طب مسكين سيده لكن مالك أتكو الله بيكرك إيسا قبره إفتي مما قبر ليس عمل كيس او افتيمنا اما مجدي او قدقا عمل كيس اما مجدي او قدقا اما او افتيمنا اما كان وحق او افتيمنا يا مال مركا معنى الان ويش او قدقين يوا مال وال مال دا يعني ما وان حرام إلا دا اللباد وغلوب غلوب كتير ويرين نرال كاس او قحرم وانا وحس كينا انو فدنو قبورة ايضا رواق حرام فانصدحات وبدع قبورته إن لا افتيميو وانا للغو حرا وبدع بدع نوا حرام صدح لا إلا ميت وبكل جذي حرام كذي كرتا صدح لو اسكو درمي هذا ملاي وحرام قد عنوي ما نبنانا إن للغو حرا قبوره فيه في الباب باب كمسائر مسائل أيها كسران أولا مسائل وراء تفسير الأوثان وصنميال إلا فصيره سنميال إلا فصيره وحل رجل أوثان كل ما عبد من دون الله ووحك استو إله قيل كيس العابد أما السنم هذا أما قبر هذا أما وحك لها هذا وحنا كنتوسى حديثك النبغة ونبغ يري صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد إله القبر قيقها قبرين سنب العابده وكتوسي هذه اللعاب وقبرك إنه السنم نقوني تاس وكتوسي مارك السنم نعني هذا وإلهي قيرك الشيء هو اللعاب الثانية مسألة الله بيضاء تفسير العبادة وعبادة التفسير كيدا عبادة هو التبين إيا خضور وإسدلين ليس قدلين للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما ليش كان قالنا أنا اللهم الله تجعل قبري وثنا يعبدوه إله قبرك إله قبرك وثنا العابد وقفك قبرك كتير أهد الله يسكد الليه سيدا ما أنت قبورها تدك عابده يسكد الليه مركي أكتاديهم قبورها أي عابدان غريب وضوي يا بيضا أساقد المير كنو كثب وكسرنا سيدا يسكد الليه سيدا أتشرعنا لكن مركو سلادة كان سوقي سكوريك قلبي خشوع ماله مركو ربي وينه ارتاقي لكن قبلك مركو اتقو اسينا واكلا دادان ايه اسمه هيكل اللي انتو اسكا شبمي مركا عبادادو وانوحاس واسكو الدولين تاس واسكو الدوليوه ايابا قير لغير رجينا حدي ان لاسكو الدولين لغا عفصانا الثالثة مسلمة صدح ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد من كمن مجنجل إلا من ما شيء ما يخاف وكبقى وقوع أو بعتانكس نبي قوة الله كم مجنجل ووحد إكره وحد إكره ما وقوة مجنجل وإذا بأن قبور العابدين إن قبور العابدين أي جيران در تيجي إلهي قوة مجنجل ساس إلهي قوة مجنجل مركا هذي سنشرين قبور العابدين ما بحنا الله قبل إيقا وصنا كده الرابعة مسألة أفريدا قرنه ونبي الله حريرين تيسي
بهذا هذا الكاس اللحريري اتخاذ قبور الأنبياء المساجد نبيالك قبرية المساجد لقد اكتب فيري اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد نبي مركو يد الله قبرك حكا لك انسان لعابده ووحو طبابك ضد نبيالك قبرية المساجد كان لكتين الجنان عرض علينا أيكو أتكاتكو واس أنا وأسكوبو حريا مسجد إلا قدوم بسا ووصيلة يودد الدارسين إذا قبرك إلا عابد ووصيلة الدارسين إذا ساس أسكوبو حرا نبي صلى الله عليه وسلم الخامسة مسألة الشريطة ذكر شدة القضب وعرض الدهنان تير إلا الشيخ من الله إلا حق يسحالك أعطي إلا هو عرض عرق عرق معنى وحولات شيرا إلهي وإن الصفة قدرك وكل صفة يسيني وصفة فعلية وعن مراتب كالدول حديث بلان عن عبدين بينه كالدول وحديث كبير الشفاعة وكل صغنا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده ربي قال ما أنت وحول عرودي إليه الفصوص عرودك أوسن هذا كور عرون هذا كد النوس عرود دون سترت العرادة غضب عرود ويكان عرق ما يقولون يقولون اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد عرادة ربي وحي قوات كاتل دك قبورها النبياء الكود مساجد كبت ركا إن الله يغضب ويرضى لك أحد من الورى الله عرود ونرغال النغضى أحد مخلوق كمدان مشبه او سيد المخلوق او كلامها عربي سيها الله شديس مثل ما شده او صفاء سبع ومناصبه اللائق السادسة مسألة لحيدة وهي مسألة من أهمها مسائل كقوة ومهم سنيك مطال معرفة صفة عبادة اللات لات عبد الديسة صفة دي وإن لقرته اللات اللات باسو هي من أكبر الأوثان سنبيال كقوة وإن كمدها سفادي سنوى صوشيك نيو من صالحة حجيدة ورابية قبر مشيدة سبا قبوط دارو أها مركاسي ويرين تيسي قبر بيسي دل اتكافين اكفر استين سلاسة كدب لو عابد سلاسة لو عابد مركا قف كانوا صالحة أها تل إلا قبر قال اكفر استو إلا وينيو كدب قبر قال اقلسو كدب لطوغو سلاسة كنت مادة سنب عابدد السابعة مسألة التضبايدة معرفة وقرشو أنه قبر رسول صالح من صالح قبر جسوة حسنة كثلاثات مقليدة من صالح قبر جسوة قار علماء الشيخان إنه طلح أها سألاتنا اسم الدين إيانا حتى قبر طلح والقبر جسوة طلح أكوه يسجري طلح حنطان لقمرها إنه طلح ملك سوية الله صالح للغادين وحلو في الموضوع صالح طلح ملك سوية الله بقح وضع من كل ميني بقح وحوة اللي وضع آدم مانا لقونا في النوبي بقح عن واحد قارها لقى أورينا من صالحة لقى الرادينا ماشي الثامنة مسألة السيدة بيدا أنه لاتا اسم صاحب القبر قبر منك كتيرا مقع سيوه وذكر معنى تسمية معناها اللي وضع آدم وعلى الشيخ ووحا لقى سوقات اللاتي إنه قرارك الشيدي جري سبق لكو قصي جري التاسعة مسألة سجالة إلا لعنه ونبقى على ذي سؤول لعنه ذي زوارة القبوح دمرك قبولها السيارة شادة بضان فيريا شيخ وكان لحظة لفظة الزائرة وآبين لفظة صحيحة وفعالها وحي وجهوا من علمات أيضا يرهدين ما بنانا دمر قبورا الى سيارتان زوارات كان حي وجواب حي وجوابين زوار كان ما هنا يرادين مبالغه او نسب فقال لو كنت ما تنسبه وما ربك بالظلام للعبيد ظلام حاله فصيره ربك من الظلمات الظلميه ما من ظلمين بضل ها من ظلميه ما ظلم الى الله لو نسبه تاسي لم تيراد لكن وزنك فعال نسبتنا هكوتي معده مبالغنا هكوتي معده وحا ظاهر وكوية هو مبالغنا
سأسترتها أي إن بلان شراعة المحدثين تساسي كفصلة تساسي كفصلة ومبالقين العاشرة مسألة الطرنيضة لعنه هو مريا لعنة الديسة من قبك أسرتها نل أم الله بدا كحري قبورها قول لعنة الحديث ضعيف كها لعنة دمسونا لكن هو حرام وعدل بعام كالقاط الله سبحانه وتعالى الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.